مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الخاص بالمنتخب الوطني. كيتواجد معنا المحلل الرياضي السي رشيد اللي كنشكروه على الاستضافة وعلى الوقت ديالو. وكنقول السي رشيد تبارك الله عليك، كاين التوقع ديالك اللي كان قبل بداية كأس العالم، قلتي بأن المغرب غادي يتأهل كمتصدر، وأنا كنضحكت قلت لك السي رشيد كيس علينا وحلم صعيب أمام منتخبات مصنفة عالميا كالمنتخب الكرواتي وصيف بطل كأس العالم والمنتخب البلجيكي اللي كان متصدر ترتيب أو التصنيف العالمي. يعني جوج منتخبات كتعتبروا من أقوى المنتخبات في العالم، وقلتي بأن المغرب غادي يفوز على بلجيكا وغادي يتأهل كمتصدر، والحمد لله يعني التنبؤ ديالك وقع. حنا جبناك اليوم السي رشيد باش تقول لنا خويا شنو كاين، الله يعطينا بركتك. الحقيقه نحييو المنتخب المغربي، نحييو اللعابه اللي تقاتلوا البارح، ونحييو بزاف سفيان المرابط اللي كان في مستوى كبير وكبير بزاف، حكيم زياش والناصري النصيري اللي كان في مستوى الكبير البارح، النصيري اللي كان مهاجم مدافع وكان صراحه هو من رجالات المقابله. الركراكي تخربط في الطاكسيك ديالو، وانتم عارفين الركراكي ديما تيلعب على النتيجه، تيقول لك الاداء الاداء الاداء، الركراكي كيلعب على النتيجه، والبارح كانت النتيجه. قلنا لك التوقعات بان المغرب غيتصدر، هذا راه ما جاش من فراغ، راه المغرب عنده منتخب من الطينات الكبار وليكن في علمك ان المنتخب المغربي هو احسن دفاع دابا في المونديال لحد الساعه. راه المنتخب المغربي هو احسن دفاع، سجلنا على راسنا ما ماركاوش علينا، احسن دفاع في البطوله هو المنتخب المغربي. وتحيه كبيره للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي غيتلاقى مع المنتخب الاسباني، غتكون مقابله صعيبه وصعيبه بزاف، ولكن اكيد ان المغرب غيفوز لان الروح القتاليه باش كاينه، والجماهير اللي حاضره راك بحال لاعب في دونور ولا بحال لاعب مركب الامير مولاي عبد الله في الرباط. الكل مستعد باش يدير واحد النتيجه ونتاهلوا لاول مره للدور المقبل الربوع، وغادي تكون ان شاء الله نتيجه غيسجلها التاريخ كما الاداء سجلوا التاريخ. بعد 36 سنه بعد ما عشنا الفرحه ديال المكسيكو، المكسيكو 1986، المغرب البارح عن بكره ابي خرج ليحتفل بالانتاج بالانتصار التاريخي على كندا. كندا البارح كان منتخب قوي، كندا اللي ما نصفاتوش كره القدم في هذه المجموعه ديالو لانه دار مونديال كبير، والمنتخب الكندي البارح كان منتخب كبير، ولكن وليد الركراكي عرف كيفاش ينتصر، وعرف كيفاش يحسن الدفاع، وعرف كيفاش يحسن وسط الميدان. المنتخب المغربي في ازهى ايامه، وانا متفائل جدا بانه غينتصر على اسبانيا، مقابله صعيبه ولكن غنتصروا على اسبانيا، وغنتصروا بالنتيجه وبالاداء. منتخب اسبانيا راه ماشي منتخب قوي، البارح المنتخب الياباني محليا المنتخب الاسباني وعطاه درس في كره القدم. المنتخب الاسباني ما عندوش النجوم، ولكن الاداء ديال المنتخب الاسباني منتخب في المتناول، يعلم المغاربه اليقين تام بان المنتخب الاسباني بفضل التشكيله اللي عند وليد الركراكي وبفضل اللاعبين اللي حاضرين اللي كيتقاتلوا على قبل الرايه ديال المغرب، وبرهنوا البارح بانه منتخب قوي وقوي بزاف، لا خوف على المنتخب المغربي وغادي يمشي بعيد ان شاء الله. ما كتشوفش بان المقابله اللي جمعت المنتخب الاسباني والمغربي في روسيا غادي تكون كذلك حافز؟ شوف احنا ما غاديش نفكروا في الماضي، احنا كنا ولاد اليوم، ولاد اليوم، احنا ولاد قطر 2022 اللي غنسجلوا ملحمه تاريخيه اللي ما عمرها ما كانت في تاريخ كره القدم المغربيه وتاريخ المغرب في المشاركات ديال المونديال. اول مره ما تنهزمش، واول مره تنتصر، جوج ديال المقابلات متتاليه وتتعادل امام كرواتيا اللي كان منتخب قوي وقوي بزاف. اكيد غيتصدر الترتيب، راه ما جاش من فراغ انه يتصدر الترتيب، رجاء من خلال العطاء، من خلال الاداء، من خلال المنظومه، حيت وليد الركراكي كيلعب على المنظومه، ما عندوش لاعب، عنده منظومه، عنده مجموعه من اللاعبين، وعنده مجموعه من المقاتلين، نقولوا احنا مقاتلين، مقاتلين ديال بصح. ملي كنشوفوا المرابط البارح راه القدام اللور، فين ما مشيتي فين ما كاين الكره هو كاين، راه هذا اعجاز ان اللاعب في هذاك السن وكيلعب بديك القتاليه والحمد لله. ان المرابط ما تنصفش، ما تنصفش البارح، هو كان احسن لاعب، هو صراحه كان احسن، لا خصوصا المقابله ديال الامس والمقابله ديال بلجيكا كان احسن لاعب، منصفوش باش يكون احسن لاعب في المقابله، ولكن المهم حنا عندنا هو ان تاهلنا كراس المجموعه
ولكن راه ما جاش من فراغ، راه جا من القتالي ديال اللاعبين، من الاداء الرائع، من الجمهور اللي خصنا نشكروه ونشكروه بزاف على المسانده ديالو طيله اشواط المقابله. تحمل عناء السفر الجاليه هي الله يكثر خيرها، جات من جميع بقاع العالم باش يعطيونا واحد الملحمه اللي كانت البارح. واكثر الجماهير اللي كتحضر في المقابله ديال المونديال هي الجماهير المغربيه بالالوان ديالها الوطنيه، بالشعارات الوطنيه، شن الدموع ديال الشباب، شن التشجيع، شن رجال السياده البارح حضروا، ما حضروش من فراغ، حضروا لانهم متيقنين وعندهم يقين بان المنتخب المغربي غادي يدوز وداز كراس المجموعه. وهنيئا للمنتخب المغربي، برافو وليد الركراكي لانه عرف كيفاش ينتصر وعرف كيفاش يجيري اللعابه داخل وسط الملعب. الراي ديالك في اللاعب النصيري اللي كان النصيري؟ شوف، مقاتل من المقاتلين الكبار، لعاب كيلعب بلا كره، والبارح مارك هدف ولا اروع اللي ضغطنا به المنتخب الكندي اللي رجع في الشوط الثاني، ولكن هيهات امام دفاع قوي، امام وسط الميدان وامام هجوم كيرجع للخلف باش يساند الاصدقاء ديالو. الحمد لله ما كانش المستوى ديالو البارح، نكونوا صريحين. انا قريت السؤال ديالك من خلال هذا، الحمد لله كان ثقيل وثقيل بزاف، وضيعنا في هدف الثالث اللي كان غيريح المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كيلعب وبعض اللاعبين عندهم الاصابات، ولكن الروح الوطنيه والقتاليه ديالهم هي اللي خلاتهم انهم يدافعوا على القميص الوطني بكل شجاعه بكل قوه. وبرافو اسود الاطلس، برافو وليد الركراكي، برافو الجمهور المغربي اللي كان رقم اللاعب رقم 12. إذا التوقع ديالك المقابلة غادي نربحوا؟ شوف، غادي نربحوا إسبانيا باش ما بغاو بالكرة، باش ما بغاو غنربحوا إسبانيا، لأن اللاعب ديال إسبانيا معروف، وليد الركراكي راه كيعرف البطولة الإسبانية وكيعرف اللاعبين اللي كاينين، ماشي مستويات عالية، لاعبين في المتناول، لاعبين اللي ما قدموش واحد النتائج إيجابية سوى الانتصار الاول اللي كان بواحد النتيجه عارضه، ولكن كان يعاني امام المانيا وعانى البارح، وكان قاب قوسين او ادنى انه يتقصى المنتخب الاسباني لو المنتخب ديال الاكوادور بقى محافظ على النتيجه، ولكن الضغط الالماني، الماكينه الالمانيه اللي من الصدف انها ما تاهلاتش للمره الثانيه، لان شوف خصهم تجديد دماء وخصهم يديروا الثقه في المنتخب الالماني اللي فقد اللعابه الكبار اللي كنا كنشوفوا رومينيغي، لعابه اللي من الطينه ديال اللاعبين الكبار اللي كيكونوا نجوم المنتخب الالماني بدون هويه. المنتخب المغربي عنده المنظومه، والمنظومه هي اهم شيء في كره القدم، هي ان 11 لاعب تيتقاتل، إلا ما عطاش هذا الاخر كيكون موجود، مزراوي، حكيمي، زياش، وناحي، اكرد، رغم ان اكرد سجل علينا، ولكن هذه كره القدم. وماشي من الصدف انها في كل كاس العالم كيسجل. عادي، شوف عادي، لان كاين واحد الضغط، كاين الضغط، كاين هذاك الشيء. برافو نايف اكرد اللي قام مقابله كبيره، وناحي، زياش، حكيمي، بونو، رغم ان واحد الكره كون هذاك كانت غتقلب الكره، ولكن هذا هو، هذه هي كره القدم، هذه هي حلاوه كره القدم. برافو للمنتخب المغربي اللي كان في مستوى عالي وعالي جدا، وبشر الجماهير المغربيه ان المنتخب المغربي غيمشي بعيد، لانه من الامكانيات اللي عندهم متوفره ليه جميع الامكانيات، لا التقنيه لا الماديه لا اللوجيستيكيه، كل شيء موجود، كل شيء حاضر. المقابله النهائي اشوف وليد الركراكي رفع السقف. شوف شوف وليد الركراكي، الجميل في وليد الركراكي انه كيلعب على النقاط، الاداء ما غاديش يسجل لك التاريخ بقدر ما كيسجل لك الاداء والنتيجه، النتيجه هي اللي غتبقى راسخه، النتيجه هي اللي خرجت المغاربه يحتفلوا، النتيجه هي اللي غادي تكون ان شاء الله ضد اسبانيا، واسبانيا غنتصروا عليها، مقابله صعيبه، ولكن المنتخب المغربي غيقول الكلمه ديالو، غادي يمشي بعيد في هذا المونديال، لان بان لي ان المنتخب المغربي والمنتخب اللي بان اللي كاين فيه شويه الضوء في هذا المونديال، جميع المنتخبات راه متواضعه، انتصارات، تعادلات. الاداء ديالو مستقر المغربي؟ اداء ديالو مستمر، مستقر. وكنشكروا بزاف اللاعبين، وكنشكروا جميع المغاربه من طنجه الى القرقالات اللي خرجوا على قلب رجل واحد فرحا، حاملين الرايات المغربيه، حاملين الشعارات المغربيه والاهازيج، الكل فرح. وشكرا لشعب قطر، شكرا لامير قطر الذي كان في المستوى وشجع المغرب كانه مواطن مغربي، هذه تحسب لامير قطر المحب دائما للمملكه المغربيه. كلمه في حق فوزي القجاع. فوزي، شوف فوزي القجاع باش نكونوا صريحين، الناس كي هذا، فوزي القجاع عطى اللمسه ديالو، عطى البركه ديالو كما تيقولوا، رجل اللي هيئ الظروف
واحسن حاجه دار فوزي القجع هو الاستغناء عن وحيد. لو ان بقى وحيد اكيد كنا الطياره راه ديمارات ورجعات. وليد كيلعب بالحماس، اللاعب ولد الفرق. السن ديال وليد راه مساعدو بان العقليه ديالو. شوف وليد حنا تلاقينا معاه مرات ومرات، وهو شوف وليد صريح، كون قال كون كان عارف راسو ما عندوش باش غادي غايقول لك ما غاديش، ولكن ثقه من اللاعبين عنده الثقه الكامله، وحتى الطريقه باش كيتعامل مع اللاعبين راه طريقه احترافيه، وتيعطيهم كيعطيهم واحد الشحنه، كيعطيهم واحد الاضافه. وليد قريب تقريبا السن ديالو راه ماشي كبير بزاف، قريب لبعض اللاعبين، وتا هو راه مارس في المنتخب المغربي وعارف الظروف، وتا هو راه مغربي حر. مع العلم انه ما عندوش واحد الكارير كبير، ما عندوش. شوف عنده ثلاث فرق، ما عندوش منتخبات، ثلاث فرق: الدحيل، الفتح، وكان عنده مع الوداد اللي ادى معاه مشى معاه بعيد، رغم ان الوداد ما كانوش عنده النجوم، ولكن استطاع انه يفوز على فرق كبرى. اخر مقابله كانت الاهلي. برافو وليد، برافو المنتخب، وتيقنوا ان شاء الله ان المغرب ان شاء الله باذن الله غادي يمر للدور الموالي وسينتصر على اسبانيا اداء ونتيجه، لان المنتخب الاسباني لا يخيف، منتخب في متناول بدون نجوم كبار بدون نتائج، المنتخب المغربي سيقول كلمته وسيبهر العالم اجمع. شكرا رشيد، شكرا. وانا كنتمنى وكنتسنى وغادي ننتظر يعني المقابله اللي غادي تجمعنا ما بين اسبانيا الا فازوا المغاربه ان شاء الله، واكيد وكنتمناو. فعندي لك واحد مفاجاه اخرى، لانك الكلام اللي قلتي والتوقع اللي كان في الاول يعني قبل من بدايه المقابله الاولى قلتي بان المغرب غادي يتصدر، وقلت لك ما يمكنش، راه كاينين جوج فرق عالميه كنتكلموا على كرواتيا وكنتكلموا على بلجيكا، كندا كنا نقدروا اننا نحلموا باننا غادي نفوزوا عليها اداء ونتيجه. فنشكرك سي رشيد، تبارك الله عليك وحظ موفق للمنتخب الوطني، وتبارك الله كذلك على الجماهير المغربيه العاشقه للون الاحمر والاخضر وديما مغرب، تبارك الله عليكم.